كصحفيين احنا مطالبين بالمراقبة من أجل نشر كل ما نراه نحن مخالف للقانون. لا نتحامل على أحد، لا يعني أنا شخصيا أكتب على أشخاص لا أعرفهم، أكتب على مؤسسات لا أعرفهم، وقد أتعرض مثلا لأي انتقاد، ولكن لا يهمني، أنا أمارس ما أؤمن به يعني من حين لآخر أنشر مثلا خروقات تتعلق بجانب التعمير والعقار.